وينضم إلينا الآن من لندن بول هيكن مدير S&P Global Platts. أهلا وسهلا فيك معنا بول، وشكرا حضورك هذا الصباح. نتحدث قليلا عن هذا الهبوط الذي شهدته أسعار النفط الأسبوع الماضي. هل هو فعل موضوع انتشار متحور دلتا تحديدا يمكن في آسيا الذي يضغط على الأسعار على مدار الأسبوع الماضي؟ هذا صحيح، ونحن رأينا في آسيا وأمريكا هناك مخاوف متجددة في الأسواق، وهذا الأمر يؤثر على السوق. وكان لدينا موضوع أوبك، لكن الطلب هو ما أثر أساسا على أسواق النفط. وما نراه حاليا هو أن هذه المخاوف عادت للظهور. الصين أكبر مستهلك وأمريكا مستهلك كبير، ونحن في إطار عملية تطبيع. المؤشرات الدالة على الطلب هي تحديدا عمليات النقل، وننتظر لنرى إذا كانت الإغلاقات العامة ستستمر أم لا. هناك تحديات وهناك ضغوط، لكن عمليات التطعيم في المقابل مستمرة وتتقدم، وهناك عملية تطبيع جارية. هناك هذه التقلبات والمشاكل، لكن ربما نحتاج إلى بعض الحذر بخصوص كيفية تطور الأمور. الشهر الماضي أو في الأسابيع القليلة الماضية كنا سمعنا أن أرامكو قامت برفع تكلفة صادراتها إلى المنطقة الآسيوية، إلى الصين تحديدا، وسط هذا التراجع بالطلب من الصين. هل كانت هذه أو هل تهدد هذه الخطوة مركز الشركة بشكل خاص وسوق النفط بشكل عام؟ أولا، الصين هي أكبر مستهلك، والطلب على النفط الخام منها هو أمر أساسي. لكن في الوقت ذاته نحن أمام تزايد في الطلب العالمي، وهناك شيء من العودة إلى طلب أفضل. وحتى مع وجود المتحور دلتا، نعم هناك الكثير من الشروط التي يجب أن نراقبها، لكننا في طور التعافي. ونعم هناك نقطة وجيهة تقول إن السعودية وأرامكو السعودية يعتمدان على استهلاك الصين للنفط الخام منهما، لكن السعودية تورد النفط إلى كل الأماكن، وهناك تحسن في الطلب عموما. ومع خروج بعض الدول من دلتا ودخول دول أخرى فيها، هناك طلب عموما وتحديدا في أوروبا. وأرامكو زادت أسعار البيع الرسمية، وهذا الأمر يظهر الثقة. كما أن هناك النفط الخام الذي يتدفق مجددا في السوق، أوبك بلس أظهرت ثقتها بإعادة النفط إلى السوق من جديد. وكان هناك مسح من بلاتس الأسبوع الماضي يظهر أن هناك كميات إضافية من النفط تطرح في السوق، والسعودية زادت إنتاجها، ومجموعة من المنتجين الآخرين الأساسيين أرادوا زيادة حصصهم مثل الإمارات والعراق لطرح كميات إضافية من النفط في السوق، وبالتالي هذا النفط سيعود وهم سيزيدون ضخ النفط إلى الأسواق. نحن لا نعلم بالضبط ما الذي سيحصل لإيران، ولا نعلم كمية النفط الإيرانية التي ستعود إلى السوق، وإذا ما كانت ستعود أم لا، وما حجم هذه الكمية. وبرأينا ربما بحلول أكتوبر قد يحصل ذلك، وقد نكون أمام مليون برميل إضافية تطرح في السوق بين ذلك التاريخ وستة أو تسعة أشهر، أو ربما يؤجل هذا التاريخ. هذا الأمر يسمح لأوبك بلس أن تواصل زيادة إنتاجها دون أن تخشى من عودة النفط الإيراني ليأخذ من حصتها السوقية. يعني ما زلنا في حالة عدم التوازن ما بين العرض والطلب في سوق النفط. الأسواق بدأت تتجه أكثر نحو التوازن. الكثير من المشاركين في السوق يتحدثون عن الثمانين
دولار للبرميل. برأينا هذا الأمر بات وراءنا، ربما نبقى عند الأسعار الحالية، ربما تتراجع قليلا بعد زيادة المعروض، ولكن يجب أن نتذكر أن الوضع سيتغير في 2022 بعد أن يبدأ الطلب بالعودة إلى الصعود مجددا. ومن أين سيأتي النفط الإضافي؟ هل سيكون من النفط الصخري الأمريكي؟ إذا نظرت إلى أرباح الشركات، كل شركات النفط الأساسية قد بدأت تقدم توزيعات أرباح وتعيد الأموال إلى المساهمين، والنفقات الرأسمالية غير مطروحة بالكمية الكافية. والسؤال إلى أي مدى ستستثمر هذه الشركات الكبرى في النفقات؟ ورامكو السعودية أيضا ينطبق الأمر عليها، متى أو ما حجم النفقات الرأسمالية التي ستعلن عنها عند إعلان النتائج؟ هذه ستكون مقاييس أساسية تنظر إليها الأسواق. ورأينا جي بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا تتحدث عن وصول النفط إلى 100 دولار. صحيح أن الأسعار تراجعت عن 80 إلى 70 دولارا، لكن قد نظل ضمن هذا النطاق لفترة من الزمن. ومع ذلك فإن هناك بعض المشاركين الذين ما زالوا يعتقدون أنه مع وجود المخاوف فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع كبير في الأسعار في 2022. برأينا في بلاتس أن الأمر غير واضح. نعم، القدرة الإنتاجية الاحتياطية في السوق ستتراجع، لكن هناك النفط الصخري الأمريكي الذي يمكن أن يبدأ بالعودة إلى السوق في نهاية العام إذا ظلت الأسعار فوق 70 دولار، وهذا السعر المطلوب لتحفيز إنتاج النفط الصخري، والأمر لا يتم الحديث عنه بالصورة الكافية. نعم، تعرض النفط الصخري الأمريكي للضغوط نتيجة المخاوف المتعلقة بالأسعار وتوزيعات الأرباح، لكن هناك اهتمام من النفط الصخري الأمريكي في ضخ كميات إضافية عندما تستقر الأسعار بحدود 70 دولارا. بول هيكن مدير S&P Global Platts، شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم.